تصريحات ديال الإطار الوطني وليد الركراكي قال أن الفريق مازال كيشعر بالجوع يعني من ناحية الألقاب، وهذا التصريح هذا يمكن غادي يزيد يحفز اللاعبين من أجل تحقيق ثلاثية اللي غتكون سابقة من نوعها في تاريخ الفريق الأحمر خاصة في السنوات الأخيرة. ويمكن هذا معطى ايجابي، لانه من خلال التصريحات كنعرفوا على انه باغمي لي شوز اللي كتخلق النجاحات ديال المدرب وليد الركراكي هو التصريحات ديالو اللي كيكونوا قبل من المقابله، لانه اطار كيعرف كيفاش يحفز اللاعبين ديالو، لانه لا كومينيكاسيون والتواصل حاجه مهمه وضروره اصبحت مشروطه بالنسبه للمدربين، لانه اي مدرب كيعرف يتواصل مع اللاعبين ديالو كيعرف يعطيهم هذيك الانرجي بوزيتيف، وهو الامر اللي كينقص بزاف ديال الفرق وكينقص بزاف ديال اللاعبين، لانه كاين التحفيز المادي ولكن التحفيز المعنوي اهم من التحفيز المادي. مي كيكون عندك مدرب مجرب كيعرف يوصل الرسائل سواء كتكون مشفرة ولا كتكون واضحة للمرأة وكذلك الجماهير ولا اللاعبين، فأكيد على أنه الأمور أو اللوازم اللي خاصو يقدموا بها اللاعبين في المقابلة فأكيد كيكونوا عارفينها بواحد الشكل جدي. يمكن هادو تصريحات كتبين على أنه مدى الاحترافية ديال الوالد، تصريحات كتبين على أنه كاينة واحد الروح أو ليسبخي ديال العائلة اللي موجود عند فريق الوداد البيضاوي، فوالد من نهار جا يمكن خدا المسؤولية ديالو على العاتق ديالو وخدا القيادة ديال فريق الوداد البيضاوي، فهو كان كيعرف على أنه يمكن كنتظر واحد المسؤولية صعيبة، فاعتقادي على أنه قدم مردود ومؤشرات كبيرة على أنه مدرب كبير ومدرب يصلح كذلك الإدارة التقنية للجامعة الملكية، فهو مدرب كيعرف يحفز كما قلت لك اللاعبين ديالو، مدرب كيعرف يعطي يمكن واحد الثقة اللاعبين ديال فريق الوداد البيضاوي من خلال التصريحات ديالو، كيبان على أنه مدرب محنك مدرب مجرب، لأنه جوج الألقاب واحد قاري وواحد لقب البطولة الوطنية، وكيبغي يمكن يأكد هذه الثورة ديال فريق الوداد البيضاوي هذا الموسم هذا من خلال هذا اللقب هذا الغالي، فأكيد أنها تصريحات بطولية وتصريحات شجاعة من مدرب اللي كسب الرهان هذا الموسم هذا، مدرب اللي بغينا ولا كرهنا مدرب خلق الاسم ديالو داخل الأروقة ديال البطولة الوطنية، مدرب اللي فرض الذات ديالو داخل يمكن الأسماء اللي كانت موجودة وكانت مطروحة داخل البطولة الوطنية، فمدرب شاب مدرب كيشتغل ويمكن حتى العمل ديالو كيتحدث عليه، لأنه ملي كتكلم على وليد الركراكي فهو مدرب كبير، يمكن الأرقام والمعطيات اللي عندنا حاليا فهي اللي كتجسد لنا هذا الواقع هذا سي